انطلقت الحملة التوعوية التي نظمتها الشركة الوطنية للكهرباء حول مكافحة ظاهرة الغش في استهلاك وتوصيل الكهرباء بطرق غير شرعية. الحملة بدأت بصينة شارع الأربعين بحضور المدير العام للشركة رماد جبرين أكيد. متابعة للحملات التوعوية التي تقوم بها الشركة الوطنية للكهرباء في مختلف أحياء العاصمة جمينة، اتخذت الشركة هذه السياسة، سياسة حملات الدعوة والإقناع لإرشاد المواطنين وحث البعض منهم لترك مثل هذه التصرفات التي لا تتماشى مع الآليات المتبعة في الشركة، ويقتضي من هذه الإصلاحات القيام بطرح بعض الاقتراحات التي تسهم في عملية تعزيز رفع مستوى الفهم العام للسكان تجاه الشركة الوطنية للكهرباء، والتي تغطي كل من الدائرة الرابعة والثانية. ولذلك فإن هذه الحملة المكثفة وصلت إلى المنطقة رقم 4، ولأهمية ذلك حضر المناسبة المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء محمد مصطفى أحمد يونس، مسؤول المنطقة رقم 2 لشركة الكهرباء، أدان هذه الأعمال والممارسات، وأكد أن التوصيلات العشوائية لا تخدم المواطن ولا الشركة. المدير العام النائب من ناحيته قال إنهم يهدفون من وراء ذلك والانضباط والالتزام بالقوانين المتبعة لديهم. الناس قاعد بيسووا فرط، الفرط اللي بيسووا ده في ناس بعدين يعرفوه وفي ناس بعدين ما يعرفوه كله، عشان ده الفرط بتلف لنا النار. الناس اللي بيسووا فرط في ناس بيجوا في الليل بس بيجوا يوصلوا النار في الليل، النار اللي بيوصلوا الناس ده ما جاي يوصلوا برا من الليل. فكان البوصول ده المير كله جاي، الشيف ده كاري كله جاي، الكونسيل بالنسبه كلهم جايين. الناس اللي بيسووا الاكت ده خليه يحاربوا معانا علينا. ولتعميم هذه الفكره وصلت الفرقه التي تقود هذه الحمله الى الدائره السابعه لتقديم نفس الرساله لشرح للمواطنين الطرق السليمه لتوصيل الكهرباء في بيوتهم، كما ناشدوا الاشخاص النظاميون بالتوجه الى مكاتب الشباك لدفع فواتيرهم.